تحتفل وزارة الداخلية في 14 من ديسمبر من كل عام بيوم شرطة البحرين، والذي يأتي هذا العام متزامنا مع الاحتفال بمئوية الشرطة. وفي هذا الإطار تعد الفرقة الموسيقية للشرطة جزءا رئيسيا في هذه الاحتفالات وكافة المناسبات الوطنية. تؤكد شرطة البحرين أنها دوما على الواجب ماضية في أداء رسالتها الأمنية النبيلة من أجل أن تظل البحرين آمنة مستقرة. وبجانب هذه الرسالة الأمنية، يبدو دور شرطة البحرين في تعميق الثقافة الوطنية وتأكيد الانتماء من خلال معزوفات وطنية اعتادت على تقديمها الفرقة الموسيقية للشرطة. في السنوات الأخيرة طبعا الفرقة الموسيقية وصلت إلى مراحل كبيرة بتنظيمها كتنظيم وتكوينات، انضافت كثير من التنظيمات الأخرى للفرقة الموسيقية تحت مسمى الفرقة الموسيقية للشرطة. يعني الآن عندنا أوركستر، وعندنا موسيقى الجاز واللاتين والفلامينكو والموسيقى العربية والقرب والطبول والمجموعات الصغيرة مثل الرباعي الوتري والرباعي النفخي. يعني فمشاركات زادت، المشاركات طبعا شاركنا كثير في دول العالم من الفرق الموسيقية القليلة في المنطقة العربية اللي شاركت في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وموسكو، يعني مشاركات كلها ذات أثر إيجابي وحازت على مراكز متقدمة في معظم المشاركات اللي شاركت فيها بالخارج. والآن طبعا الفرقة الموسيقية تتبوأ مكانة مرموقة على المستوى المحلي، يعني ما في فعالية إلا الفرقة الموسيقية تكون عنصر مهم وفعال في إنجاح الفعالية. والمشاركات الخارجية أيضا تضيف على كل مشاركة نشاركها بالخارج لون وطابع جديد يعتزون بمنظمين المهرجانات في الخارج. إنها مسيرة ممتدة تسجلها الفرقة الموسيقية للشرطة منذ انطلاقها عام 1929، حيث استطاعت أن تسجل حضورا متميزا في عديد من المهرجانات الدولية. لم تقف الفرقة على مفهوم فني واحد، بل تمكنت من تطوير العديد من المفاهيم التي جعلت حضورها ذا بريق خاص في الأماكن العامة لمشاركة المواطنين مناسبات عديدة، من بينها يوم شرطة البحرين. في الفرقة الموسيقية اهتمنا بالتدريب، وتدريب عندنا بصراحة ياخذ أولوية، وأيضا تبنينا معظم المناهج العالمية وعملنا مركز صغير للتدريب الموسيقي، وأيضا بالتدريب بطريقة اللي نقول عليها الآن الموسيقى التكنولوجية. وظفنا كل التكنولوجيا في عملية التدريب لتمكين العازف بكل الأساليب والأداء في جميع النوعيات الموسيقى اللي نعزفها. وهكذا تمثل الفرقة الموسيقية للشرطة أحد أوجه التواصل والشراكة المجتمعية من أجل إعلاء قيم المواطنة وتكريس الولاء والانتماء.